أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في قراءة شرح الإمام ابن هشام على قصيدة بانت سعاد نستكمل ما كنا نتحدث فيه مما يتعلق بإعراب الجملة الثانية من البيت الأول بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفدى مكبول انتهينا من الجملة الأولى بانت سعاد وبدأنا في الجملة الثانية فتحدثنا عن الفاء ثم تحدثنا عن كلمة القلب واليوم نبدأ بالحديث عن كلمة اليوم في البيت ما معناه وما إعرابه يقول رحمه الله قوله اليوم في البيت فقلبي اليوم فيه مسألتان هناك مسألتان تتعلقان بهذه الكلمة إهداهما إهدى المسألتين يعني المسألة الأولى تتعلق بمعنى كلمة اليوم والمسألة الثانية تتعلق بإعرابها ما إعرابها هي منصوبة على أنها إيه إهداهما أنه يطلق على أربعة أمور كلمة اليوم في اللغة العربية لها أربعة معاني كلمة اليوم في اللغة العربية لها أربعة معاني تركز أحدها أحد المعاني الأربعة مقابل الليلة وهذا هو المشهور اليوم يعني من غروب الشمس من طلوع الشمس إلى غروبها والليل من غروب الشمس إلى طلوعها مقابل الليلة ومنه في كلام الله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام المراد بالأيام في الآية ما يقابل الليالي الثاني المعنى الثاني لكلمة اليوم في العربية مطلق الزمان مطلق فيشمل الليالي والأيام يشمل الليل والنهار المعنى الأول أن يكون اليوم بمعنى النهار والمعنى الثاني أن يكون لمطلق الزمان أقول سافرت يوما بمعنى سافرت زمانا وقد يكون السفر المتحدث عنه بالليل سافرت يوما يعني سافرت في وقت من الأوقات لا أقصد بذلك ما يقابل النهار مطلق الزمان كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره يومئذ ما معنى يومئذ هنا اليوم مطلق الزمان مطلق الزمان وأقول كثيرا أن الفرق بين طالب العلم وبين العوام من الناس أن طالب العلم يعرف يميز المشترك عن غيره يميز اللفظ المشترك عن غيره اللفظ المشترك كلمة واحدة لها عدة معاني فعندما يجدها لابد أن يكون على حذر وعلى وعي قبل أن يحدد المراد لكن العامي كل الكلمات التي يعرفها يعرف لكل منها معنى واحدا وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده ما المقصود باليوم هنا مطلق الزمان يشمل الليل والنهار يعني إخراج الزكاة لا يختص بالنهار لو كان اليوم في الآية بمعنى ما يقابل الليل لكان إخراج الزكاة بالليل غير مقبول غير جائز شرعا إذن المقصود يوم حصاده زمان حصاده سواء أكان ليلا أم كان نهارا
إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك يومئذ، اليوم في الآية أيضا بمعنى مطلق الزمان، مطلق الزمان. المراد به ساعة الاحتضار. إلى ربك يومئذ المساق، يوم في الآية وقت الاحتضار، وقت نزع الروح من الإنسان. نسأل الله حسن الخاتمة. وتقول فلان اليوم يعمل كذا، فلان اليوم يعمل كذا، يعني إيه اليوم؟ الزمان المطلق. وقال الشاعر إذا جاء يوما وارثي يطلب الغنى يجد جمع كث غير ملأى ولا صفري. البيت لحاتم الطائي. إذا جاء يوما وارثي يطلب الغنى، يعني بعد أن مت تأتي الورثة، يأتي الورثة يطلبون نصيبهم. إذا جاء يوما، إذا جاء وارثي يوما يطلب الغنى يجد جمع كف، يعني سيجد شيئا قليلا. جمع كف يعني ملء كف، يعني سيجد شيئا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن أمواله كلها ذهبت من الكرم، أنفقها على المحتاجين والفقراء، لم يترك لورثته شيئا. إذن الشاهد كلمة اليوم في البيت، إذا جاء يوما بمعنى إذا جاء زمانا، يعني اليوم مطلق الزمان. ومنه بيت كعب هذا، بانت سعاده فقلب اليوم. ما المقصود باليوم؟ مطلق الزمان، بغض النظر عن كونه ليلا أو كونه نهارا. ويستعمل هذا الاستعمال الساعة، الساعة أيضا تستعمل بمعنى إيه؟ مطلق الزمان، وليس 60 ثانية. هذا استعمال حديث بعد وجود الساعات هذه، يعني قبل 100 سنة أو 200 سنة لا تكاد تجد من يستعمل كلمة الساعة ويقصد بها 60 ثانية. الساعة مطلق الزمان. ومنه قوله تعالى الذين اتبعوه في ساعة العسرة. في ساعة العسرة، يعني ساعة العسرة زمن العسرة، وقت العسرة. المراد به زمن غزوة تبوك. وكذلك الغدات، الغدات أيضا يستعمل بمعنى مطلق الزمان، ليس بمعنى الصباح وقت الغدوة. وستأتي أي كلمة الغدات في البيت بعد هذا. وما سعاد غدات البين، في البيت الثاني. الثالث المعنى الثالث لكلمة اليوم مدة القتال. مدة تستعمل اليوم بمعنى مدة القتال، نحو يوم حنين، يوم بعاث. المقصود بيوم بعاث وقت المعركة التي تسمى بهذا الاسم، وقت القتال، الوقت الذي استغرقه القتال المؤيد. وهو يوم للأوس والخزرج، يوم وقع فيه المعركة أو زمن وقع فيه المعركة بين القبيلتين المتنازعتين في المدينة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل هجرته إليها. وهو بضم الباء الموحدة بعاث، وبالعين المهملة وبالثاء المثلثة. هذا ضبط بالكلمات، يعني في كلام العلماء عندنا 3 أنواع في ضبط الكلمات. الضبط الأول الذي هو الأشهر في عصرنا وهو الأضعف، التشكيل، الضبط بالتشكيل هو الأضعف، لأنه يقع فيه الخطأ كثيرا ويقع فيه التصحيف كثيرا. النوع الثاني من أنواع الضبط، الضبط
بالكلمة الموازنة، الضبط بالكلمة الموازنة، ككلمة بؤاث مثلا. كلمة بؤاث أريد أن أضبطها فآتي بكلمة مشهورة، لا يمكن أن يوجد أحد لا يعرف هذه الكلمة، كل من يتكلم بالعربية يعرفها، فآتي بهذه الكلمة فأستعملها في ضبط كلمة بؤاث. مثل إيه؟ سؤال، سنت. إذن أذكر كلمة بؤاث كسؤال أو على وزن سؤال، يعني الحركات الموجودة في سؤال هي نفسها الموجودة في بؤاث. هذا النوع الثاني، وهو في الدرجة يعني هو أعلى من السابق، والأدق ما صنعه المصنف بضم الباء الموحدة، لأن الباء تلتبس بالياء وبالتاء، هناك حروف كثيرة، مثلا الباء إذا ازدادت النقطة الثانية تحولت إلى إيه؟ إلى ياء. ومن الطرائف في هذا الباب يروى أن أحدا قرأ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب من كتب الطب النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء دواء من كل داء، فكان فيه خطأ مطبعي في النسخة، بدلا من النقطة تحت الباء كتبت نقطتان، فتحولت الكلمة من حبة إلى حية، فقرأ الحية السوداء دواء من كل داء. فهذا يقع كثيرا، بل هي الداء كله، وحتى يزيدون، ولعله من باب زيادة الرواة، أنه ذهب واصطاد حية وزباها وطبخ، لأن النبي يقول دواء فأكل ومات، فيعني ما صنعه الشيخ هو الأدق، أعلى أنواع ضبط الكلمات بضم الباء الموحدة. يعني الموحدة يعني من لها نقطة واحدة، لأنه لو قال بضم الباء فقط ربما واحد يزيد نقطة هنا يقول بضم الياء، لكن عندما يقول موحدة يعني نقطة واحدة فلا يمكن أن يلتبس الأمر. وبالعين المهملة، لأن العين والغين، وبالثاء المثلثة. والرابع، المعنى الرابع لكلمة يوم الذي هو آخر المعاني الأربعة، الدولة. الدولة تستعمل اليوم بمعنى الدولة، ومنه قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام بمعنى الدول، يعني ما لا يثبت على حال، يوم لك ويوم عليك، مهزوم اليوم منتصر الغد، ومنتصر اليوم مهزوم الغد، سعيد اليوم حزين الغد، رابه اليوم خاسر الغد، هكذا الدنيا. أن تتوهم أنك تبقى على حالة واحدة من السعادة والفرح والسرور والانتصار وأنت في الدنيا وهم من الأوهام. لابد أن تهزن، لابد أن تخسر، لابد أن تمرض، لابد، هكذا الحياة. نسأل الله أن يمدنا بمدد من عنده. انتهينا من المسألة الأولى، معاني كلمة اليوم في اللغة العربية، أربعة معاني يمكنك أن تحفظها بكل سهولة. المسألة الثانية في إعراب الكلمة في البيت، لأن كلمة اليوم على المعاني السابقة تحتمل أكثر من وجه واحد من الإعراب، قد تكون ظرفا، وقد تكون مفعولا به، وقد تكون مرفوعة أصلا على الابتداء لأنها مبتدأ وعلى أنها خبر. الإشكال عندما تكون هذه الكلمة منصوبة، ما إعرابها؟ المبتدأ يتوهم أن ما يدل على الزمن أو المكان أينما وجد فإعرابه ظرف، وهذا خطأ. لابد للظرف أن يتضمن معنى فيه، فإن لم يتضمن فليس ظرفا. فكلمة اليوم قد تكون منصوبة على الظرفية
وقد تكون منصوبة على وجه آخر غير الظرفية، كقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما إعراب يوما؟ مفعول به، وإعرابه ظرف من الخطأ البين. التقوى واقعة على اليوم، اخشوا اليوم، وليس المراد وقوع الخشية أو وقوع التقوى في يوم القيامة. يوم القيامة خلاص انتهى وقت التقوى، كل من بعث يوم القيامة فهو متقي. لكن الأمر في الآية يتعلق بالدنيا، فإذا أعربت كلمة يوم على أنها ظرف تغير المقصود تماما. المسألة الثانية أنه، أي أن يوم ظرف لما بعده ليس لما قبله. الظرف، الأصل في الظرف أن يتأخر عن عامله، وقد يتقدم، وقد على خلاف الأصل. سافرت اليوم، يمكن أن أقول اليوم سافرت، فالظرف هنا متقدم على عامله. إذا ظرف لما بعده، ما هو؟ ماذا بعد كلمة اليوم؟ متبول، بانت صعاد، فقلبي اليوم متبول. أي أصل الكلام فقلبي متبول اليوم، لا لمتيم. يعني لا يصح من حيث الإعراب ومن حيث اللفظ، يصح أن يكون لفظ اليوم منصوبا بمتبول، ويصح أن يكون منصوبا بمتيم. ولكن هناك مانع لفظي ومانع معنوي، هناك مانع لفظي ومانع معنوي. قال لا لمتيم، أي لا يصح أن يتعلق لفظ يوم بكلمة متيم، لأنه لم يجأ حتى استوفاه الأول. يعني إذا تقدم المعمول على العاملين فأولهما هو العامل، ولئلا يلزم فصل العامل من معموله بالأجنبي. هذه قاعدة عامة، لا يجوز فصل العامل عن المعمول بالأجنبي. والعامل في المصطلح النحوي كل ما أحدث إعرابا في آخر الكلمة، كل ما أحدث إعرابا في آخر الكلمة يطلق عليه العامل. مثلا عندما أقول إن زيدا مسافر، زيدا منصوب بإيه؟ بإن عامل. كل ما أحدث إعرابا في آخر الكلمة يطلق عليه عامل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الله مجرور بعلى، إذن على آل. سافر محمد، محمد مرفوع بسافر، سافر عامل. والمعمول هو ما وقع عليه العمل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. إذن لا يجوز الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، أي لفظ لا علاقة له بهما، كلمة مستقلة في معناها وفي إعرابها تأتي وتفصل بينهما لا يجوز، إلا في نصوص قليلة تجري مجرى الاستثناء من القاعدة العامة. ومن جوز تنازع العاملين المتأخرين وجعل منه بالمؤمنين رؤوف الرحيم جاز ذلك عنده. هنا عندنا باب في النحو اسمه باب التنازع، وهو أن يتعلق العاملان في معناهما بمعمول واحد. قرأت وحفظت القرآن. قرأت، قرأ فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به. قرأت إيه؟ القرآن. حفظت،
حافظة. أيضا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، أين المفعول؟ القرآن. إذن القرآن معمول متنازع فيه بين العاملين، هل يقدم السابق على المتأخر ولا يقدم المجاور على السابق؟ خلاف بين العلماء، منهم من رجح السابق لسبقه، ومنهم من رجح الثانية لمجاورته للمعمول، ولكن شرط الباب عند الجمهور أن يتقدم العاملان قبل المعمول، مثل قرأت وحفظت القرآن، دخل وخرج زيد. إذا تقدم المعمول على أحد العاملين بطلت مسألة التنازع، كأن أقول دخل زيد وخرج، لا تنازع في الكلام. وكذلك عند الجمهور إذا تقدم المعمول على العاملين معا، كأن أقول القرآن قرأت وحفظت، لا تنازع في المسألة أيضا عند الجمهور. ومنهم أي من العلماء من جوز التنازع في حالة تقدم المعمول على العاملين. فإذا أخذنا بهذا القول فهذا البيت الذي أمامنا هذا الأسلوب يدخل في باب التنازع، فقلبي اليوم متبول متيم. اليوم ظرف زمان، وكل فعل وما يعمل عمله يحتاج إلى الزمن الذي وقع فيه، فمتبول يحتاج إلى الزمن، ومتيم أيضا يحتاج إلى الزمن، متى وقع التبل ومتى وقع التيم. إذا تقدم المعمول على العاملين يجوز لك أن تؤمل أحدهما على المعمول ثم تدمر في الثاني ما يحتاج إليه. الذين يجيزون المسألة حملوا عليها قوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أصل الكلام رؤوف رحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم بالمؤمنين، إلا أنه قدم المعمول وهو الجار والمجرور على العاملين لأن المقام يقتضي ذلك، المقام يقتضي ذلك، لأن الآية موجهة إلى المؤمنين تؤلمهم منزلتهم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله لهم وحرصه عليهم ورحمته بهم، فالمقام يقتضي بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما أن التقديم قد يحمل أو قد يضمن معنى الحصر والقصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم بالمؤمنين أي دون غيرهم، بالمؤمنين دون غيرهم، والمقام يختلف، وما أرسلناك إلا رحمة ذاك مقام آخر. أما في هذا المقام لأن الرحمة هناك مصدر، مصدر، والمصدر يدل على المعنى بأمومه دون التطرق إلى التفاصيل، أما المشتق فعلى خلاف ذلك، فالرحيم صيغة مبالغة على وزن فعيل وصفة مشبهة تدل على الدوام، دوام الصفة وعلى مبالغة الاتصال، هذا المقام مختص بالمؤمنين. إذن على هذه المسألة رؤوف ورحيم يتنازعان في العمل في الجار والمجرور بالمؤمنين. قال وباب التنازع يجوز فيه من الفصل ما لا يجوز في غيره، هذه قاعدة، قاعدة، يجوز في باب التنازع ما لا يجوز في غيره من الفصل.
وإذا قيل بذلك، إذا قيل بذلك فيترجح إعمال الأول عند الجميع. يعني إذا قيل بالتنازع في بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وفي اليوم متيم، اليوم متبول متيم، فأول العاملين هو أولى بالعمل بالإجماع. لماذا؟ قال لاجتماع صفتي القرب والسبق فيه. لما الخلاف بين النحويين في تهديد العامل عند التنازع؟ قرأت وحفظت القرآن، لأن لكل عامل من العاملين خصوصية لا توجد في غيره. العامل الأول هو السابق، والسبق له حقه، والعامل الثاني هو المجاور للمعمول، والجوار له حقه أيضا. والخلاف في الترجيح بين السابق والجار. أما في هذه المسألة فالأول هو السابق وهو المجاور، فلا خلاف في أن الأول أولى بالعمل من الثاني، والأولية والأولوية لا تقتضي منع المفضول. يعني الأولى أن يكون الأول هو العامل، ولا يمنع أن تجعل الثاني على خلاف الأول. الخلاف ليس في الجواز، إنما الخلاف في تحديد الأولى. في هذه الصورة لا خلاف، الأولى هو الأول. ولا يجوز أن يعلق، يعني لا يجوز أن يعلق اليوم، كلمة اليوم بالبيت متعلق بكلمة متبول. ولا يجوز أن يعلق بكون محذوف على أن يكون خبرا، يعني لا يجوز أن يكون اليوم ظرف متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، لا يجوز. لماذا؟ لأن الزمان إنما يكون خبرا عن الأعراض دون الجواهر. يعني اليوم ظرف متعلق بمحذوف خبر، أين المبتدأ؟ القلب، فقلب اليوم. عندنا قاعدة في باب المبتدأ والخبر، خبر المبتدأ قد يكون لفظا مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة. وشبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور، والظرف إما زمان وإما مكان. فظرف المكان يجوز أن يكون خبرا مطلقا للجواهر والأعراب. أقول العلم عند الله، العلم عند الله، العلم من الأعراض أو من الجواهر؟ يعني الأسماء تنقسم قسمين، جوهر وعرض، ذات ومعنى. الجواهر، الجوهر كل ما يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى من يتصف به، الجوهر ما يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى إلى غيره في التحقق. أما العرض أو أما العرض أو المعنى فهو ما لا يقوم بنفسه، لابد من وجود من يتصف به. فالعلم في ذاته لا يقوم، لابد من وجود العالم المتصف بالعلم، مثل الألوان أيضا. الصبر لابد من ذات تتصف بهذا المعنى. فظرف المكان يصح أن يكون خبرا للذات وخبرا للمعنى. زيد عندك، والأمر عندك، وعندك عند ظرف مكان. أما ظرف الزمان فلا يكون خبرا إلا للأعراض، إلا للمعاني. أقول الصوم اليوم، الصوم اليوم، ولكن لا يجوز أن أقول زيد اليوم، زيد اليوم لا يجوز، خطأ، إلا على تقدير. الإمام الرضي في شرح الكافية يجوز بشرط التقدير،
أقول زيد اليوم بمعنى رؤية زيد اليوم أو سفر زيد اليوم بشرط أن يوجد في السياق ما يدل على المراد. وعليه قالوا الليلة الهلال، العرب قالوا الليلة الهلال على تقدير الليلة رؤية الهلال. وقال امرؤ القيس اليوم خمر وغدا عمرو، اليوم خمر أي اليوم شرب الخمر. طيب، إذن لا يجوز أن يكون اليوم خبرا لقلب، لأن القلب جوهر، قلب جوهر وليس صفة، ليس معنى، القلب جوهر، فلا يجوز أن يقال القلب اليوم. وصلت؟ وقوله متبول، انتهينا من كلمة اليوم، عرفنا المعاني التي ترد عليها في اللغة العربية، كما عرفنا إعرابها، إعرابها في البيت الظرف، والآمل فيها المتبول. وقوله متبول خبر، خبر لقلب، قلبي متبول، مبتدأ وخبر. ومتبول اسم مفعول، اسم مفعول، يلتبس على المبتدئ الفرق بين اسم المفعول والمفعول، هناك فرق بين المفعول واسم المفعول، بل هما بابان منفصلان تماما. المفعول في النحو واسم المفعول في الصرف. اسم المفعول اسم يدل على الحدث ومن وقع عليه الحدث أو ما وقع عليه الحدث، مثل مضروب يدل على الضرب وعلى من ضرب. أما المفعول مثل قراءة الكتابة، الكتابة مفعول به منصوب. فهناك فرق لا ينبغي أن يخفى بين سيدنا الله يبارك، هناك فرق بين المفعول واسم المفعول. إذن متبول اسم مفعول مأخوذ من إيه؟ من تبلهم، يقال تبلهم الدهر، يقال إيه تبلهم؟ ما معنى تبلهم الدهر؟ أي أفناهم، أي أفناهم. والحب أي يقال تبلهم الحب، ما معنى تبلهم الحب؟ أسقمهم وأدناهم أي أهزله. إذن فقلبي متبول بمعنى قلبي مصاب بالمرض، قلبي مريض، متبول بمعنى مريض. ومن الأول أي كون تبل بمعنى أفنى قول الأعشى، أئن رأت رجلا أعشى أضر به ريب الزمان ودهر مفسد تبل. هذا استفهام إنكاري يستنكر على محبوبته أنها أساءت المعاملة معه وطردته لأنها إيه؟ رأته قد كبر واشتعل رأسه شيبا يعني فتنكرته، فقال هذا البيت أئن رأت رجلا أعشى، والأعشى بمعنى ضعيف البصر، ضعيف البصر، مأخوذ من عشا يعش، عشا بمعنى ضعف بصره. ومنه في القرآن الكريم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. سبحان الله، هذه الآية يعني تسير الهموم وتسير علم التقصير في ذكر الله سبحانه وتعالى. الآية لا تتكلم عن عدم الذكر بالكلية، بل تتكلم عن قلة الذكر. من يعش عن ذكر الرحمن، من يضعف بصره عن ذكر الرحمن، كناية عن قلة الذكر، من يقلل ذكر الله، ما النتيجة؟ نقيد له شيطانا فهو له قرين. فكأن الهوى والمعصية وكل المصائب لها علاقة بقلة الذكر، يعني كلما كثر ذكرك لله ابتعد الشيطان عنك،
وكلما قل الذكر قرب الشيطان. قاعدة: كلما قل الذكر قرب الشيطان، وكلما كسر ابتعد. بقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. والذكر مصدر النور، الأنوار كلها ترجع إلى الذكر، فإذا كسر الذكر كسرت الأنوار، فإذا قل الذكر قل النور. فلذلك عبر الله سبحانه وتعالى عن ضعف بصر الإنسان، يعني عبر الله سبحانه وتعالى عن قلة الذكر بما يدل على ضعف البصر في تحمل النور. أإن رأت رجلا أعشى أضر به ريب الزمان، خداع الزمان، تغير الزمان، ودهر مفسد، تبل، يعني يتبل مفني، صفة مشبهة على وزن فعل، كقوله تعالى: إنه لفرح فخور. فرح مأخوذ من فرح يفرح، وكذلك تبل مأخوذ من تبل بمعنى المفني، أي دهر مفني للأهل والمال، كل من عليها فان. ومن الثاني بيت كعب، أي كلمة تبل في اللغة العربية لها استعمالان: أن تستعمل بمعنى الإفناء، وأن تستعمل بمعنى الإسقام، إحداث المرض. فبيت الأعشى على معنى الإفناء، تبل بمعنى مفني، وبيت سيدنا كعب الذي أمامنا من الثاني بمعنى يعني تسبب المرض. فقلبي اليوم متبول، أي مصاب بالمرض بسبب ابتعاد الأهبة. ويقال من معنى الإفناء أتبلهم أيضا، تبلهم وأتبلهم. هناك أفعال في اللغة العربية تستعمل مجردة، أفعال ثلاثية تستعمل مجردة عن الحمزة وبالحمزة بمعنى واحد: تبل وأتبل بمعنى واحد، سقى وأسقى بمعنى واحد، حتى ألف في مثل هذه الأفعال كتب مستقلة، كتاب في الأفعال الثلاثية التي وردت بوجهين وبمعنى واحد بلا فرق. يحضرني الآن كتاب الأفعال لابن القوطية، كتاب الأفعال، تركيزه الأكبر على هذا الباب. وحتى الإمام الكسائي له كتاب أفعل وفعلت، أكثر من كتاب، لكن أستحضر الآن كتاب وهو مطبوع في دار الكتب المصرية، كتاب الأفعال لابن القوطية العالم الأندلسي. وعليه يروى ودهر متبل خبل. وعليه يروى بيت الأعشى: أإن رأت رجلا أعشى أضر به ريب الزمان ودهر متبل، بدلا من مفسد خبل. فمتبل اسم فاعل من أتبل، وتبل صفة مشبهة من الثلاثي تبل. انتهينا من هذه الكلمة، عرفنا معناها اللغوي وعرفنا إعرابها. متبول خبر لمبتدأ، ومعناها المصاب بالمرض، وقد تستعمل بمعنى المفني، من وقع عليه الفناء، المتصف بالفناء. وقوله متيم خبر ثان عند من عجاز تعدد الخبر. هناك خلاف بين النحويين في جواز الإخبار عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبر واحد، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ والجمهور على جوازه، ومن شواهده قوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أخبار متعددة لمبتدأ واحد، وقلة من العلماء على منع ذلك، فيقدرون لكل خبر مبتدأ خاصا: هو الغفور، هو الودود، هو ذو العرش، هو المجيد، هو فعال لما يريد. فحذف
المبتدأ من الأخبار الأخيرة اكتفاء بالمبتدأ الأول، يعني بمبتدأ الخبر الأول. إذن لك في هذا البيت وجهان: الوجه الأول أن تقول متيم خبر بعد خبر، أي خبران لمبتدأ واحد، ولك أن تجعله خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو. وأما من منعه، وأما من منعه كابن أسفور فهو عنده خبر عن هو محذوفا أو صفة لمتبول. عندك ثلاثة أوجه في الإعراب: الوجه الأول خبر بعد خبر، الوجه الثاني خبر لمبتدأ محذوف، الوجه الثالث صفة نعت للخبر. عند من جوز وصف الصفة مسألة خلافية،